أصبحنا نرى وللأسف الكثير في كثير من الأحيان التراشق بين الجزائريين إذا ما اختلف اثنان الذين ينعتون أنفسهم بأنهم من المعارضة، إذا ما اختلفوا سرعان يعني تأتي بسرعة هذا مخابرات، هذا مخترق، هذا جاء لكذا كذا. في الحقيقة نحن نظرتنا للمخابرات، أنا أفصحت عنها في لقاء سابق، وهي أكثر تقوم أكثر على مؤسسة فرضت نظام حكم في الجزائر، والمشكلة ليست في هذه من سمي الاختراق، وإن وقع الاختراق وهذا وارد، يعني أجهزة المخابرات والجزائر الأمنية هذا قد يقول الإنسان حتى عملها ماذا ستفعل. ولذلك نحن نرى أن المبالغة في هذا الخوف، فيه ناس ممكن لا يتحركون لأنه يراقب كل منطقة، عندك لا يشوفوني لكذا، لا، الجزائري الذي له صدق مع الله وصدق مع وطنه وله مسعى لقضية عادلة قد ينظر كيف يقول يشوف للإنسان في عينه بدون ما يخاف منه، أنا طارح شيء وأقوله أمام الناس وفي الملأ وفي في السر لا أخفيه، أنا لا يهمني هذا قضية المخابرات، طبعا أخذ احتياطاتي في 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 عملي وإلى غير ذلك، لا لست بالأبله ولست بالخب كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه، ولكن في نفس الوقت لا أبقى في 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 تخوف، وأي تحرك من إنسان آخر هذا أشك فيه، هذا مخابرات، هذا مندس، هذا العمل، هذا التحرك في حد ذاته هو خدمة للمخابرات، لأن الجزائري الذي يصبح يشك في كل شيء ولا يتحرك ويخاف من كل شيء نجحت المخابرات. المخابرات بالمفهوم السلبي ماذا تريد؟ تريد تقفل لك يديك، ما تتحركش، تصبح أنت تقفل يديك ولا تتحرك لأنك تخاف، كيف يقولوا بالعامية تخاف من خيالك، لا أبدا، لا ينبغي أن يكون هذا في إطار المعارضة، ولا نتهم الناس يعني بالسهولة، ولا نقول هذا خاين، ولا نقول، قد نقول أنه أخطأ مثلا أو لا أتفق معه في هذا المسعى أو أنني لا أرتاح إلى هذا الطريق، هذا من حقي، لكن أن يعني ننطلق بسرعة في تخوين بعضنا البعض. وأريد أن أوضح هنا بكل صراحة، لأنه أتتنا بعض الرسائل في بعض الملاسنات التي وقعت مؤخرا، أن حركة رشاد لن تدخل في هذا الإطار، لن تدخل في هذا الإطار، لأن حركة رشاد، وأعني بالإطار هو هذا التراشق وكيف يسموه باللغة الأجنبية الفرنسية لي كومبا دو كوك، يعني يتناقر الناس بعضهم على أتفه الأشياء، احنا لن نخوض معه في ذلك، ومهما كانت حتى الشتم والتهم والكلام كذا الذي يقال على رشاد، الناس مسؤولون لقانون ذلك، احنا ما نرجعش، احنا ما نرجعش، لأننا عندنا قضية، عندنا هدف هو تغيير وضع مأساوي في الجزائر، لدينا خصوم واضحين، وخصمنا ليس هو كل من له علاقة بالدولة الجزائرية أبدا، إنما خصمنا هو المجرم الذي لا شك فيه، خصمنا هو السارق والخوان في الجزائر، خصمنا هو الذي يحتقر الشعب ولا يوليه أهمية ويحتقره، أما باقي الجزائريين كلهم أي من ما كانوا حتى في أعلى مراتب السلطة الجزائرية من موظفين كبار، إذا كان ليست هذه صفاتهم ونحن نعلم أن فيهم من الرجال الصالحين قد لا تكون له كلهم شجاعة الجهر بمواقفهم وكذا لأمور نتفهمها، لكنهم ليسوا خصوما لنا، بل أنهم أولياء لنا نتعامل معهم وقد نجد معهم طريقا للعمل نحو التغيير الذي يأتي بالخير للجزائر. فلذلك أن رشاد لن تجر إلى شجارات هامشية، فنحن في منأى عن ذلك وفي معزل عن ذلك، وطريقنا واضح، وكذلك نحن متفتحون أمام يعني أي نقد، عنده نقد على حركة رشاد فيه طرق كثيرة، إما يراسلنا، يكلمنا، يشوف المنتدى، يتصل بقناة رشاد، فلحل لنا ما نخفيه أو ما نخشاه من تحركاتنا، فنحن نتحرك في كل شفافية ونحترم الآخرين، وإن شاء الله لن تسمعوا من أعضاء حركة رشاد تهجما على الغير خاصة الشخصيات، عندما قلت تهجم ودون
الشيء الغير اللائق، لكن أن نقد المسار السياسي، أن نقول نحن لا نتفق على فعل فلان أو هذا المسعى نحن لا نراه صائبا بالنسبة للجزائر، هذا من حقنا، بل أنه من واجبنا كحركة سياسية تسعى للتغيير. وفي الحقيقة يعني رسالتي بعد هذه التوضيحات كذلك هي دعوة واضحة وأخوية لكل الجزائريين أن يلتحقوا بهذه الحركة، وهي تفتح أبوابها وتحتها أيديها لكل الجزائريين. الانضمام سهل بالاتصال بنا أو بالتسجيل في موقعنا، ولدينا رغبة في أن نتواصل مع كل إخواننا عبر هذه القيم التي قدمته وعبر هذه النظرة الاستراتيجية للتغيير، ونحن كذلك نريد أن يكون دعما من كل إخواننا الجزائريين، لأن مشروعا كهذا يحتاج إلى موارد، فنريد ونقول صراحة دعمكم المادي ودعمكم المعنوي ومشاركتكم، وأي جزائري يمكن أن يشارك معنا في بصفة فعالة وفي بصفة رائدة، لأننا نحن لدينا تنظيم يعني يمكن الجزائري الذي يجتهد ويشتغل ويبرهن عن صدقه أن يكون حتى ولما لا من الذين يقودون هذه الحركة. والحمد لله هنالك العديد من إخواننا الذين أقدموا على ذلك الفعل، وتمت الأمور بطريقة حسنة ونحن نحمد الله على ذلك، وعملنا قائم، ورجاؤنا أن يكون هذا التغيير الذي نريده قريبا إن شاء الله، ولكننا كلنا عزما على مواصلة هذا الطريق مع كل إخواننا إن شاء الله. وأشكر لكم حسن الانتباه، وأن تكون لنا إن شاء الله فرص أخرى لتدارس مثل هذه النقاط، وكذلك لسماع آرائكم وأصواتكم زيادة على تلك التي تأتينا بكثرة. ونحن كلنا شكرا وامتنانا لكل إخواننا وأخواتنا، ونسأل الله التوفيق. فإلى ذلكم الحين أشكركم. لدي قبل الانتهاء بلاغ من الإخوة الذين يشرفون على حصة من الأمس للغد، سيكون إعلان في الأيام القليلة المقبلة عن تغيير يوم البث، الراجح أن لا يكون يوم الثلاثاء، وقد يتغير ذلك. وبما كذلك أن موعد الاحتفال بالسنة الأولى، قد مرت سنة حقيقة منذ انطلاق قناة رشاد على الإنترنت، سيكون بعض التحسينات التي ستأتي عن قريب، ومنها تغيير في الوقت وفي بعض الأشكال سيعلن عنها إن شاء الله قريبا. أشكركم مرة أخرى وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.